يا السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في حاجه جديده وموضوع جديد. اليوم ما غاديش ندويو على تحليل شي مباراه ولا فيما يخص المباريات. اليوم غندويو على واحد اللاعب المغربي والنجم ديال المنتخب الوطني المغربي ولاعب اياكس امستردام الهولندي، وكيلعب حاليا في الدوري الهولندي مع اياكس، اسمه حكيم زياش. اليوم غندويو على هذا اللاعب وقصه حياه هذا اللاعب في صغره حتى الان. اذا ليتس جو. حكيم زياش تزاد نهار 19 مارس 1993 في هولندا، مدينه صغيره اسمها درونتن الهولنديه. حل عينه في حي فقير ومرت عليه الاجرام والانحراف. عاش وضعيه صعبه مع والديه هو 8 ديال خوتو، هما التسعود، 8 ديال الخوتو حكيم التسعود، رقم تسعود زعما الاخ تسعود. بسبب الفقر كانوا عايشين غير مساعدة عائلتهم، العائلة ديالهم اللي كاينة في المغرب وحتى خارج المغرب. مرة يصيفطوا لهم شي بركة وكذلك مساعدة الدولة بالتعويض عن البطالة. تكلم عن دولة هولندا، بل أكثر من ذلك، حل عينه وهو طفل صغير في با مريض طريح الفراش كيتعذب نهار على نهار، غادي الموت وهو مقدر يدير والو. الله يرحم الاب ديالو. هذا الوسط والظروف اللي عايش فيهم طبعا اثرت فيه وفي بناء شخصيته، وخرج الميدان ادمان والكوكايين، رغم اني لست متاكد فعلا واش بصح كيتناول الكوكايين ام لا، والمخدرات والسرقه بالعنف وحمل السلاح هو وخوتو. مات با هو طفل عمره 10 سنوات، زياش مات ليه با هو في 10 سنوات، في عمر 10 سنوات. خلى فيه جرح كبير ودخل في حالة اكتئاب طويلة، تعقد وزاد كره الدنيا وهو كيشوف الام ديالو كتعاني باش تربي وتوكل تسعود ديال الولاد، حيت هما تسعود ديال الخوت. موراها تشدو جوج خوتو في الحبس بتهمات الصوت والسرقة بالسلاح. تشدو جوج خوتو في الحبس في سن 14 العام. هز ساكو، هز المحفظة ديالو وخرج من الدار ومشى لأكاديمية هانفن يتبع الرياضة ويبعد من هذا الشيء، حيت زياش بدا في فريق هيرانفن ولعب معاهم في القسم الوطني الأول في الدوري الهولندي. من بعد ذلك تبين هيرانفن اللي بيناتو من هذا الشيء، لكن عاد ما لقى الحرية والبعد الدار، زعما لقى البعد ديال الدار وغيدير اللي بغا، وقلبها ادمان ومخدرات وكوكايين، وكان يسرق ويكريزي بالسلاح باش يشري البلية. مصادر عديدة وموثوقة كتأكد بلي زياش كان كيسرق، وكان كيسرق وكيتعاطى المخدرات، لكن الكوكايين ما عرفتش باش يشري البلية. وتم عرضه على قاضي التحقيق بتهمة حيازة المخدرات والسلاح، وديما مطيف مع اولاد الاكاديمية والمدربين والاساتذة، وكسول ما كيتدربش. ضرب فيها عامين جراو عليه من الاكاديمية بسبب السلوك السيء والشخصية المعقدة والادمان. كان صليب وتبعو خايب، كان باسل بزاف ما كيتدربش، وكان كيتدابز مع الاساتذة ديالو السلوك سيء ومع اللاعبين اللي كيلعبو معاه. لقى راسو في الزنقة بمستقبل مجهول وحياة قاسية ومبلي. كان فاش جرات عليه هيرنفن لقى راسو امر الواقع، ما عارف شنو غيوقع ليه في المستقبل. هنا غيصيفط ليه ربي الله واحد المحترف مغربي في هولندا اسمه دو الفقار، لاعب سابق في فريق بيس في ايندهوفن المغربي الدولي المغربي. عنده معارف في هولندا ومشى رغب مسؤولي الاكاديميه باللي دري اللي دري زعما زياش ما عنده فين يمشي، وهو غيتكلف شخصيا يدربه ويقاد ليه السلوك ديالو. فعلا لا توفق في هادشي، فعلا رجعو وبدا دو الفقار يدربه ويتهلا فيه وساعده نفسيا ومعنويا، وشد بيديه حتى ولا مواظب وزرع فيه حب كرة القدم. في 2012 تبدل شوية وهو في سن 19 عام، وشارك في أول مباراة رسمية له في الدوري الهولندي، وبدأ يشوف
الدنيا بنظرة أخرى ويستوعب العالم وأحس باللي البيبان بداو يتحلو وبدا يتألق وسجل 13 هدف موسمين مع فريق هيرينفن. عيط له المنتخب الهولندي لأقل من 19 عام وأقل من 20 عام وأقل من 21 بالتوالي، تزامنا مع تألقه في المباريات اللي لعبهم مع فريق هيرينفن. زياش كان كيلعب مع المنتخب الهولندي دو 19 عام و18 عام و21 كذلك 20. في 2014 انتقل إلى نادي تفينتي بعقد مدة 4 سنوات، تألق معهم وبدأ يتعرف في هولندا بفضل موهبته. هيرينفن هي البوابة ديالو باش يمشي لتوينتي. في التوينتي تألق بشكل كبير وبسبب الموهبة ديالو تعرف في هولندا، ولا الكبير والصغير كيعرفوه بسبب الموهبة الكبيرة اللي عنده. في 2015 ناضت الحرب بين المغرب وهولندا على اختياره رغم كل الضغوطات والهجمات ومن طرف الصحافة والمسؤولين وعنصرية الجماهير. قال لهم أنا مغربي وقلبي مغربي واخترت بلادي المغرب عن حب. وراه بزاف هادشي، راه أي واحد عارفه باللي السيدة في 2015 تخطات عليه الجامعة الهولندية بشكل كبير، لكنه اختار المغرب بدون تفكير. في 2016 انتقل إلى نادي أجاكس أمستردام بعقد مدته 4 سنوات ورسم بمبلغ 11 مليار. والبارح سجل ضد ريال مدريد، هدف تعادل لأياكس رغم أن النتيجة انتهت لصالح ريال مدريد بنتيجة 2-1 في ملعب أمستردام. زياش استطاع نجمه وعمالقة الأندية الأوروبية كتقلب عليه، وخد عدة جوائز في الدوري الهولندي وتهلا في مهمته وأصبح من الأثرياء في دولة هولندا بسبب الإمكانيات اللي عنده وداك الموهبة اللي عنده. 2015 كان قريب بزاف الفريق برشلونة، 2016 كان قريب من بروسيا دورتموند، 2017 كان قريب من فريق روما، 2018 الآن في عندي الانتقالات الشتوية كان قريب من بروسيا دورتموند، لكن اياكس ما بغاش حيتاش عندهم دوري الابطال اوروبا. كذلك الان هناك اخبار تشير بان تشيلسي يريد هذا اللاعب في فريقه، لكن لا نعلم هل هذا صحيح ام لا. دائما زياش ما يكون فقط قريب من الاندية، لكن الان يلعب في فريق اياكس امستردام. واللي عجبو هذا الفيديو يدير لنا واحد لايك ويشترك في القناة وشي تعليق زوين في حقنا، وشكرا لكم بزاف على الاشتراكات العديدة اللي حقدها القناة في الأيام الأخيرة. شكرا لكم بزاف، وتابع لكم والله يسهل على أي واحد، وشكرا مرة أخرى.